بسم الله الرحمن الرحيم. 15/10/2012 كفر سجني المنكوبي. كفر سجني المنكوبي. الخراب والدمار الذي حصل في هذه القرية في هذه المنطقة الحي سنسقطك يا بشار بإذن الله تعالى. منتصرين بإذن الله سنسقطك بإذن الله. هاي اصلاحاتك يا بشار، هاي اصلاحاتك. الحمد لله الله يهدك يا بشار. ونزوح الاهالي ليك. نزوح الاهالي. يا رب الله يهدي الجنة ما دمرنا، الله يغني ونفسه ويهدي الجنة مرحبا استعمل السجدة تمرنا السجدة، هجرنا من القبور. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. شوف الدمار اللي حقق الطائرات الأسدية. الله أكبر. بيوت على الأراضي، بيوت تهدمت بكاملها، بيوت بأكملها. هلا بدنا نروح بالشارع الثاني. شوف الشارع الثاني كلياته هلا راح نمشي فيه. هذا الشارع المقابل الشارع اللي عم نصوره. هذا الدمار بالإضافة إلى نزوح الأهالي. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. الناس تخرج. لو هديت كل دورنا ما خليت حجر على حجر رح نضل قومك يا كلب جايينك. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. دمار حارات بأكملها، سقوط بيوت على رؤوس أهلها. استيقظت كفر سجني على الدمار وعلى الخراب. 15/10/2012. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كفر سجني المنكوبي لن تبقى سوى اللائحات القرآنية والآيات معلقة وستبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. الله دمر يا الله دمر خاصة. كفر سجن المنكوبي 15/10/2012. هذا راح نصور الشارع هذا الثاني. هذا الشارع كامل، حارة كاملة بأكملها هدمها مشان ما يقولوا انها بيوت متجمعة. حارة بأكملها. وهي الشارع الثاني الحارة بأكملها رح نمشي فيها. الله أكبر. استيقظت كفر سجني على الدمار. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. كفر سجني المنكوبي 15/10/2012. الدمار الذي حل في كفر سجني، حارات بأكملها تهدم على رؤوس أهلها. ليك طلع. يا
يلا بيه تعالوا يلا بيه تعالوا كلنا زين منكو